عندنا تفاصيل غاية في الأهمية هنتكلم فيها مع بعض، يلا بينا. فتحي يطلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي. علي معلول يقرر البقاء في القاهرة. الجهاز الطبي بالأهلي يتابع علاج اللاعبين المصابين. والأندية الأوروبية تبدأ حملة تخفيض رواتب لاعبيها بسبب فيروس كورونا. أحمد فتحي، طبعا الكل مهتم بالجزئية دي فيما يتعلق بمستقبل اللاعب خلال الفترة الجاية مع الفريق. موجود أحمد فتحي مش موجود، هيكمل مش هيكمل؟ طبعا حضراتكم عارفين ان النهارده كان في جلسة ما بين اللاعب، والجلسة دي اتحددت من بعض الأيام السابقة، من عدة أيام سابقة، ما بين مسؤولي النادي الأهلي اللي بيتمثلوا في لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح، عضوية الكابتن زكريا ناصف، وأيضا الكابتن خالد بيبو، في ظل تواجد كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات، وكان موجود أحمد فتحي وأيضا نادر شوقي وكيل اللاعب. الجلسة بالضبط ابتدت في تمام الساعة 11 ونص صباحا، واستمرت لما يقرب من أربع ساعات كاملة، أربع ساعات مفاوضات ما بين اللاعب والنادي الأهلي بخصوص العقد الجديد. طبعا حضراتكم عارفين أن عقد أحمد فتحي بينتهي مع نهاية هذا الموسم. حضراتكم كمان عارفين أن كان في أربع لاعبين بما فيهم أحمد فتحي كان في كلام كتير جدا عليهم بشأن التجديد. موضوع وليد سليمان اتحسم، الراجل في الحقيقة ما خدش أي وقت خالص. موضوع شريف إكرامي هو قرر رحيله والنادي الأهلي وافق له. موضوع حسام عاشور وجهة نظر فنية إن الفريق مش محتاجه خلال السنة الجديدة، وهي رؤية مستر ريني فاير. في بالتالي أحمد فتحي الكواليس اللي حصلت إيه بالظبط؟ حضر اللاعب ووكيله زي ما قلت لحضراتكم، كلام كان كتير جدا على مدار الجلسة أربع ساعات تقريبا يعني. الخلاصة إن الأهلي عرض على اللاعب عقد جديد بما يليق بتاريخه بإمكانياته بمسيرته الرائعة مع النادي الأهلي وبخبراته طبعا المعروفة جدا عن أحمد فتحي. لعيب كبير، لعيب بقدرات رائعة، مميز جدا في الحقيقة، وهو إضافة لأي فريق، ده أمر مؤكد. اللاعب كان ليه بعض الطلبات الأخرى اللي عرضها على مسؤولي النادي الأهلي. الأهلي تمسك بالعرض بتاعه، فبالتالي أحمد فتحي مع نهاية الجلسة طلب من المسؤولين في النادي الأهلي، قال لهم يا جماعة بعد إذنكم أنا عايز بس 48 ساعة أفكر في العرض بتاعكم ده وأرد عليكم سواء بالسلب أو بالإيجاب. المسؤولين في النادي الأهلي وافقوا، قالوا له خلاص أوكي 48 ساعة ننتظر منك الرد، هتعمل إيه؟ موافق تبقى موجود بالعرض اللي موجود ولا قرارك هيكون إيه يعني؟ ده فيما حدث يعني، أو ده كل اللي حصل في موضوع أحمد فتحي وجلسة المفاوضات المنتظرة اللي كانت منتظرة في الحقيقة النهاردة. اللي هيحصل خلال 48 ساعة الإجابة عند مين؟ الإجابة عند أحمد فتحي نفسه. هيجدد طبعا، مرحب بيه في النادي الأهلي، عنده رأي آخر فدي حاجة تخص اللاعب، مفيش أي مشكلة. بالمناسبة يعني ممكن يكون البعض بيهاجم أحمد فتحي قوي، ليه ما بيمديش على طول، ليه ما بيكررش؟ لا، الموضوع بسيط يا جماعة. لعيب ليه رغبة معينة خاصة بعقده، أو ليه رؤية، ليه طلبات محددة من وجهة نظره، الراجل بيقيم نفسه، فبناء على التقييم ده بيطلب بعض الأمور مثلا يعني. في المقابل النادي الأهلي طبعا برضو بيقيم أموره، بيقيم العقود اللي بتبقى موجودة بالنسبة للاعبين في النادي الأهلي، بيقيم المرحلة، بيبص للاعب وإمكانياته وتاريخه، وده اللي فعلا نظر ليه مسؤولي النادي الأهلي، وبناء عليه قدموا عرض مناسب جدا، مناسب جدا لأحمد فتحي. فبالتالي اللي هيحصل دلوقتي ايه؟ انتظار رد احمد فتحي على العقد المقدم من قبل مسؤولي النادي الاهلي. ده فيما يخص احمد فتحي، كل واحد ليه حريه الراي. ممكن انت تنتقد احمد فتحي، ممكن تكون موافق رايه، ممكن تكون شايف ان احمد فتحي يعني خلاص مش مستاهل يا احمد جدد يعني، انت لعيب بقالك كتير في النادي الاهلي، فتره كبيره جدا مع الفريق. الأهلي متمسك بيك عايز يجدد لك، بالمناسبة أحمد فتحي برضه متمسك بالنادي الأهلي، لكن هي كلها أمور بتتعلق ببعض الجوانب اللي ممكن تكون بتخص اللاعب، واللي من وجهة نظر النادي شايف إن هي دي الأنسب طبقا للعقد والعرض اللي قدمه لأحمد فتحي. فبالتالي خلال 48 ساعة اللي جايين إن شاء الله إحنا في انتظار قرار أحمد فتحي هيكون إيه، بناء على موافقة لجنة تخطيط الكرة على طلب أحمد فتحي
بالتفكير ومهلة التفكير اللي هتمتد لمدة 48 ساعة. موضوع الناس صورته إن هو أزمة، هو مش أزمة، هو عرض وطلب، ده طبيعي جدا. كل أمور التفاوضية ممكن البعض يخلص بسرعة والبعض ياخد فترة طويلة، ده طبيعي في كرة القدم، طبيعي في عصر الاحتراف في كل الأحوال. لكن أحمد فتحي موجود في النادي الأهلي، أكيد هو هيكون إضافة للنادي الأهلي. أحمد فتحي مش هيكون موجود في النادي الأهلي لو قرروا كده، لو قرروا كده ركز معايا، أكيد النادي الأهلي مش هيقف على أي لاعب. كلنا ممكن نكون نتمنى ان هو كلاعب مميز يكون موجود، لاعب يكون اضافه بالنسبه للفريق، لكن برضو الاهم الفريق ككل. الاهلي ما بيركزش على لعيب واحد، الاهلي ما بيقفش على لعيب واحد والمسيره بتكمل، وياما ناس كتير جدا اعتزلت وبطلت كوره والاهلي بيستمر في حصد البطولات والالقاب والفوز في مختلف المباريات يعني في الحقيقه. ففي كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لاحمد فتحي في اختيار القرار الانسب ليه باذن الله خلال ال 48 ساعه القادمه. طيب ده فيما يتعلق باللاعب احمد فتحي. طيب انا عندي جزئيه تانية مهمه جدا وملف اخر، هو خاص بهجوم البعض، او مش عايز اقول هجوم، خاص بايه، بوجهات نظر بعض من نجوم الاهلي القدامى. قد تكون هذه الوجهات او وجهات النظر دي مختلفه عن مبادئ وقيم النادي الاهلي، او مختلفه عن اللي احنا اتعودنا عليه جوه النادي الاهلي. قد تكون وجهات نظر صحيحه وقد تكون وجهات نظر خاطئه، لكن في كل الاحوال احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حته ان احنا عارفين النادي الاهلي لما حد بيكون ليه راي معين بيروح مع الناس في النادي يقعد يتكلم في غرف مغلقه وكلام من ده. لكن للاسف البعض خلال الفتره الاخيره وللاسف الشديد يعني اتكلم من خلال وسائل الاعلام، قال وجهه نظره بطريقه تخالف تقاليد النادي الاهلي، طلع ان هو مثلا هاجم النادي الاهلي في بعض الاحاديث، البعض كتب على السوشيال ميديا مثلا راي معين ضد النادي الاهلي، سواء هو عنده حق او ما عندوش حق. لكن في كل الاحوال بصراحه يعني وبرده اللي انا هقوله ده ما يقللش اطلاقا من قيمه اي لاعب من اللاعبين اللي هاجموا او اللي اختلفوا مع النادي الاهلي في وجهات النظر على مدار الكام يوم الاخر اللي فاتوا. ده ما يقلش من قيمتهم لانهم عندهم تاريخ كبير وعندهم مسيره عظيمه، هيفضلوا محفورين في اذان وقلوب جماهير النادي الاهلي، ده امر مؤكد. هم اكيد كوادر مهمه في تاريخ النادي الاهلي مستقبلا كمان باذن الله تعالى. لكن في نفس الوقت بصراحه يعني الاهلي ما يستاهلش منكم كده، ودي رساله يعني حابين ان احنا نقولها لهم، الاهلي ما يستاهلش منكم كده. ممكن اعلامي قدامي يسالني، فمش لازم ابقى انا خفيف وارد واطلع كل اللي جوايا واللي عندي، وخصوصا ان انت متربي جوه النادي مثلا، عارف قيمه النادي كويس، عارف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، عارف انا لو عايز حاجه او ليا وجهه نظر هروح اتكلم مع الناس في النادي، وعنوان النادي ما يتوهش يعني الناس عارفينه اكتر مننا يعني. تمام؟ ليك وجهه نظر معينه على السوشيال ميديا مش لازم تبقى موجوده، فبالتالي يبقى موجود النادي الاهلي، اتكلم معاه، اتكلم مع المسؤولين، وباب النادي الاهلي دايما مفتوح لابنائه يعني. فالمجمل بصراحه الاهلي ما يستاهلش منكم اللي حصل ده. مش عايز اتكلم بشكل اكبر من كده في الجزئيه دي تحديدا، بس انا هسيب الفيديو اللي جاي ده هو اللي يتكلم ونشوف الدنيا. يلا بينا. ويعني ايه اخلاقيات ويعني ايه نظام؟ يعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول رايه ويجد الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه كده يا ستي، ما الناس عارفه كل حاجه وما بنشرحه للناس. لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته يعني. ما هاجموش حضرتك، ليك وجهه نظري جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه، انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض يعني مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي قيمه كبيره. كابتن ثابت البطل جاب الخلاصه، الراجل ربنا يا رب يرحمه ويغفر له يا رب. اتكلم
بمبادئ النادي الاهلي، قيم النادي الاهلي اللي هو تعود عليها داخل القلعه الحمراء. فهي رساله، رساله الكابتن ثابت البطل لكل ابناء النادي الاهلي، ارجوكم ارجوكم الاهلي ما يستاهلش منكم كده، وقبل اي تصريح لازم تفكروا كذا مره، لان انتوا ابناء النادي الاهلي وهتفضلوا ابناء النادي الاهلي، وهيفضل ليكم قدر كبير جدا من الحب والتقدير عند جماهير النادي الاهلي. مش هنعلق اكتر من كده بخصوص الجزئيه دي بالتحديد، ممكن البعض يكون موفق في تصريحاته والبعض اخر مش ما يكونش موفق يعني في تصريحاته. طيب دي كانت اهم الامور مع بدايه حلقه اليوم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل لفقرات كلام في الميديا النهارده. يلا بينا.